كمجموع الاثنين اوتبوتس المهم. تمام؟ قلنا بقى ايه؟ قلنا ان انا الانبوت بتاعي لو انا عندي اكس اوف تي اكس اوف تي بالشكل ده، انا قلت ممكن اكس اوف تي اقربها اقول اكس اوف تي عباره عن ايه؟ اقربها عباره عن سبديشن اكس اوف ام دلتا روح دلتا دلتا اوف تي ناقص دلتا ام وروح هنا في دلتا ام بتساوي ما لا نهايه ما لا نهايه. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ فكر بقى لو دي الفانكشن بتاعتي، الفانكشن بتاعتي دي ممكن اشكلها لان هي مجموعه مستطيلات جنب بعض كده، الارتفاع بتاع كل واحد فيهم هو قيمه السيجنال عند المستطيل ده. يعني الارتفاع هنا هو الاكس اوف زيرو، الارتفاع هنا هو الاكس اوف دلتا، الارتفاع هنا هو الاكس اوف 2 دلتا، العرض بتاع كل مستطيل من دول هو دلتا كام؟ هو دلتا. تمام؟ شباب بس مش عايزين صوت شباب الناس اللي ورا. تمام؟ دي يا شباب كنا سميناها دلتا دلتا اوف تي صح؟ سيجنال كده عرضها دلتا، ارتفاعها واحد على دلتا، دلتا دي صغيره خالص. طيب وقلنا بقى لو احنا اخدنا الليمت لما الدلتا دي تقول للزيرو، لو اخدنا الليمت لو الدلتا تقول للزيرو هقول ان الاكس اوف تي بتساوي السبشن ده شرح ايه اللي بيه؟ هيقلب انتجريشن تاو من سالب ما لا نهايه من هنا نهايه اكس اوف تاو دلتا اوف تي ماينس تاو دي كام. تمام؟ تعالوا كده يا شباب نعمل فيريفيكيشن للايه؟ للاكسبريشن ده. يعني مثلا لو انا حبيت احسب تعالوا نقول كده اكس اوف 5 اكس اوف 5 الاكسبريشن بيقول لي لو انت جيت تحسب الحسبه دي اللي هي تكامل من تاو بتساوي سالب لما لا نهايه لما لا نهايه اكس اوف تاو دلتا اوف 5 ناقص تاو دي تاو، بيقول لك المفروض الكلام ده يساوي اكس اوف 5. تعال نشوف الكلام ده هيبقى مظبوط ولا لا. تمام؟ ادي لو ده شكل الاكس اوف تي يا شباب، شكل الاكس اوف تاو هيبقى هو شكل الاكس اوف تي بس هشيل اكس الاكس بتاعي بدل ما يبقى اسمه تي هسميه تاو بس كده مش اكتر من كده، فهيبقى نفس الشكل هو هسمي دي اكس اوف تاو ودي تاو. دي 5 تمام؟ تعالوا كده اكس اوف 5 ناقص تاو يا شباب موجودة فين؟ اكس اوف 5 ناقص تاو موجودة فين؟ موجودة فين؟ الدلتا او اي حاجة مش موجودة غير لما يكون الارجيومنت موجود جوه ده قيمته بكام؟ بزيرو. 5 ناقص تاو بتساوي زيرو امتى؟ لما تاو تساوي كام؟ تساوي 5 يبقى هي موجودة عند الخمسة. دي كده دلتا وب 5 ناقص تاو. حلو؟ قيامها بقية يا شباب ال بقيه التاوس كلها بكام يا شباب؟ بزيرو صح؟ لما اجي اضرب اكس اوف تاو اللي هي مبتدا بتساوي ما لا نهايه ما لا نهايه في دلتا اوف 5 ناقص تاو، نضرب الاثنين في بعض يا شباب. كل ده هيساوي كام؟ زيرو، وكل ده هيساوي زيرو، يبقى مش هيتفضل لي غير القيمه اللي عند كام يا شباب؟ القيمه اللي عند 5 تمام؟ زمان دي كانت دلتا اوف 5 ناقص تاو. اتضربت بقى يا شباب مش هي اتضربت هنا في الكيله دي صح؟ اتضربت في اكس اوف تاو عند التاو بكام؟ بخمسه، بقت اكس اوف 5 دلتا اوف ايه؟ 5 ناقص تاو. اتضربت في قيمه السيجنال عند تاو بتساوي 5. حلو؟ دكتور اتفضل. انا مش فاهم يعني حته لحد هنا فاهم؟ ماشي ماشي حد هنا فاهم؟ اللي انا بقوله ما الكلام ده قلناه المره اللي فاتت، احنا قلنا المره اللي فاتت وصلنا لحد الاكسبريشن اللي فاتت صح؟ لحد هناك فهمناه، دلوقتي عايز اتاكد من الاكسبريشن ده، فبقول يلا بينا نحسب عند تي بتساوي 5، نحسب الاكسبريشن ده عند تي بتساوي 5، كويس؟ فقلت ايه؟ لو تي بتساوي 5 هيبقى عندي الانتجريشن الاقتصادي ده. التكامل ده شلت تي وحطيت مكانها كام؟ 5 بس رسمت الفانكشن دي اللي هي دلتا او 5 ناقص تاو، رسمت اكس اوف تاو
دلوقتي اشوف بس بعينيا ان هيطلع لي اكس من 5 بجد. كويس؟ ضربت الاثنين دول في بعض هيطلع لي اكس من 5 دلتا و5 ونص. يلا ولا لا؟ واضح يا شباب؟ تعالوا بقى نكمل مثال ما لا نهايه ما لا نهايه حاصل الضرب ده. لما نيجي عشان نكمل حاصل الضرب ده نكمل مثال ما لا نهايه ما لا نهايه اكس من 5 دلتا من 5 ناقص تاو دي تاو. اكس من 5 دي كان اخر رقم صح؟ هيطلع بره التكامل. تكامل الدلتا دي يا شباب بيساوي كام؟ واحد. يبقى التكامل سالب من النهايه من النهايه، يبقى كان بيساوي اكس اوف 5 في 1 اللي هو بيساوي كام يا شباب؟ اكس اوف 5. يبقى كان فعلا نتيجه حصل الضرب ده وبعدها الانتجريشن طلع لي اكس اوف 5. يبقى ان جنرال لو انا اكس اوف 5 كانت اكس اوف 7 او بحسب على تي بيساوي 7 هيطلع اكس اوف 7 ولا لا؟ هيطلع اكس اوف 7. لو ان جنرال بقى عند اي تي في الدنيا يا شباب، لو انا بقول اكس اوف تي ان جنرال يبقى الاكسبريشن ده حجمه فرق، يبقى الاكس اوف تي تساوي التكامل من سالب ما لا نهايه ما لا نهايه تكامل على تاو. ها اكس اوف تاو دلتا اوف تي ماينس تاو دي تاو. طيب تعالى ناخد بقى الخطوه اللي بعديها. كنا بنقول ايه يا شباب؟ بنقول انا عندي ال تي اي سيستم، وانا باكد على ان ده ال تي اي سيستم. انا كنت بقول يا شباب لو انا دخلت على ال تي اي سيستم ده يا شباب دلتا دلتا اوف تي كويس؟ دخلت اللي هي دلتا دلتا اوف تي اللي هناك دي تمام؟ اللي هي شكلها عامل كده على السيستم بتاعي وطلع لي سيجنال اسمها اتش دلتا اوف تي. حلو كده؟ ايه رايكم لو دخلت على السيستم ده دلتا اوف تي ناقص دلتا 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 اوف تي ناقص دلتا؟ مش ده يا شباب تايم انفاريانت سيستم؟ طيب في الفاري سيستم يبقى الاوت بوت هو كمان هيبقى شفت بالايه؟ بالدلتا دي، يبقى هيطلع لي اتش دلتا اوف تي ناقص دلتا. صح؟ طيب لو انا دخلت عليه دلتا دلتا اوف تي ناقص 2 دلتا، هيطلع ايه؟ اتش دلتا اوف تي ناقص 2 دلتا، صح؟ حلو قوي. طب ايه رايك لو اخدت السيجنال الاولانيه دي اللي هي دلتا دلتا اوف تي ضربتها في اكس اوف 0؟ الاوت هيحصل له ايه؟ هو اكس اوف 0 لان هو لينير صح مش هو لينير؟ طيب ودي لو اخدتها وضربتها في اكس اوف دلتا الاوت هيحصل له ايه؟ نفس الكلام دي اكس اوف 2 دلتا نفس الكلام صح؟ ايه رايكم بقى لو اخدت دول كلهم وجمعتهم على بعض؟ الاوت هيحصل له ايه؟ برضه هيتجمع على بعض صح؟ يبقى انا لو دخلت ان جنرال انبوت اسمه سبمشن هو المره دي من ال بسالب ما لا نهايه لما لا نهايه بس هنا مره حطيت ال بزيرو ان هنا بواحد ان هنا باثنين هقول اكس اوف دلتا ان دلتا دلتا اوف تي ناقص ان كويس؟ اكبر الخط؟ لا يا شباب ده الانبوت بقى شكله عامل كده. الاوت شكله هيكون شكله عامل ازاي؟ هشيل بس الدلتا دلتا صح؟ هشيل دلتا دلتا هحط فيها اتش دلتا صح؟ الاوت بتاعي هيبقى سبميشن من ان سالب ما لا نهايه ما لا نهايه اكس دلتا ان اتش دلتا اوف ايه؟ تي ناقص ان دلتا صح كده؟ يبقى يا شباب خلي بالك خلي بالك انا السيستم بتاعي كان متوسط متوسط بس بالاتش دلتا اوف تي صح؟ السيستم بتاعي اخدت له انبوت اسمه دلتا دلتا اوف تي طلع لي اوتبوت اسمه اتش دلتا اوف تي. اي بقى اربيتراري انبوت تاني اي انبوت تاني في الدنيا هيخش لي دلوقتي اسمه اكس اوف تي اسمه اكس اوف تي هشكل الاكس اوف تي بالشكل ده وهطلع الاوتبوت بتاعي بالشكل ده. محتاج ايه عشان اعرف الاوتبوت؟ محتاج الانبوت ومحتاج الاتش. حاجة بتعتمد على السيستم وحاجة بتعتمد على السيجنال او الانبوت سيجنال صح؟ صح؟ ماشي يا شباب بس احنا اللي احنا قلناه من شوية ان ده كان تقريب للسيجنال صح؟ ده كان تقريب للسيجنال. الاكسبريشن اللي بيعبر عن اي انبوت سيجنال هو اللي فيه التكامل ده الكونتينوس
البيتا كامل ده في الكونتينوس. يبقى شغال انا كان دخل عندي بقى سيجنال شكلها عامل كده تكامل من تاو بتساوي سالب ما لا نهايه ما لا نهايه اكس اوف تاو دلتا مش دلتا دلتا بقى دلتا دلتا اوف تي ماينس تاو دي تاو. هو شغال مش الانتجريشن لينير اوبريشن برضه ولا لا؟ يبقى انت اكنك حتى عملت سمشن ده سمشن كتيره قوي والدلتا كانت صغيره خالص. الاوتبوت بتاعك يا شباب هيكون شكله عامل ازاي؟ تكامل من سالب ما لا نهايه ما لا نهايه اكس اوف تاو صح؟ فده هتبقى هنا اتش دلتا هتبقى اتش اوف تي ماينس تاو دي تاو. مين هي الاتش؟ الاتش هي لو دخلت دلتا اوف تي مش دلتا 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 اوف تي على السيستم هيطلع لك حاجه اسمها اتش اوف تي. الاتش اوف تي ده بنسميه السيستم امبلس ريسبونس. لا تعالى تعالى احنا محتاجين ان احنا نعرف الاتش اوف تي كويس؟ دلوقتي لو انت عرفت الاتش اوف تي ركزوا معايا بقى، لو عرفت الاتش اوف تي وعارف الانبوت بتاعك اللي اسمه اكس اوف تي هتعرف تطلع الاوتبوت بتاعك اللي اسمه واي اوف تي بالمعادله دي. المعادله دي يا شباب في منتهى الاهميه معلم انتوا ايه؟ واي اوف تي بتساوي تكامل من سالب ما لا نهايه ما لا نهايه اكس اوف تاو اتش اوف تي ماينس تاو دي تاو. دي عشان احنا بنسميها كونفولوشن انتجرال. سميها كونفولوشن انتجرال. كويس؟ مره ثانيه المعادله دي منتهى الاهميه، المعادله دي حفظ ماشي؟ ما عليك حفظ خلاص؟ طبعا فين بس لازم تحفظ برضه خلاص زي جدول ضرب كده. بتقول لنا ايه كمان المعادله دي؟ بتقول لنا واي اوف تي بتساوي تكامل من سالب ما لا نهايه ما لا نهايه اكس اوف تاو اتش اوف تي ماينس تاو دي تاو. الله يخليك الله يخليك. اكس اوف مين؟ اكس اوف تاو. اكس اوف مين؟ اكس اوف تاو مش اكس اوف تي. اكس اوف تاو اتش اوف تي تي ماينس تاو يبقى تكامل من سالب ما لا نهايه ما لا نهايه. بكامل على مين هنا يا شباب؟ بكامل على التاو. هنا بكامل على التاو. تكامل التاو من سالب ما لا نهايه ما لا نهايه اكس اوف تاو اكس اوف ايه؟ تاو ايه ده كام يا شباب؟ تكامل من تاو زائد ما لا نهايه ما لا نهايه اكس اوف تاو اتش اوف مين؟ دي ماينس تاو. دي مين؟ دي تاو مش دي تي. دي تاو دي تاو دي تي مش موجوده في المعادله دي في اي حته خالص غير هنا. كلام واضح؟ كلام واضح؟ عشان ما تغلطش خالص. وصلنا للسمشن انتجريشن ازاي؟ اهو بس الانتجريشن هو عباره عن سمشن بس لما الدلتا تقول لي كام؟ زيرو. بس لو اخدت الليمت الليمت زي برضه اللي انا حاطط الحجر اللي فات اخدت الليمت لما الدلتا تقول لي زيرو وصلنا من الخطوه دي للخطوه دي تحت نفس الكلام اخدت الليمت لما الدلتا تقول لي زيرو وصلنا الخطوه دي للخطوه دي. بس مش عايز تسال واي ليه واي تي مش واي بتاعه؟ طب احنا بنحاول السيجنال بتجي لي اصلا يا جماعه الاكسس بتاع التايم بتاعي اصلا اسمه ايه؟ اسمه تي اصلا. الاكسس بتاع التايم بتاعي اسمه تي. يبقى لما تيجي لي انبوت سيجنال لما تيجي لي انبوت سيجنال ان جنرال هلاقي انبوت سيجنال فانكشن في تي. لما يجي لي انبوت ريسبونس هلاقي الانبوت ريسبونس هو كمان فانكشن في ايه؟ في تي. انا لو انا عايز اطلع الاوتبوت هطلع الاوتبوت فانكشن في ايه؟ فانكشن في تي. بس علشان اطلع الاوتبوت هحتاج كده دبل فيريبل اسمه تاو عشان هو ده اللي هيكمل عليه. بص ده هيحتفي بالمعادله. ده كده هيحتفي بالمعادله اللي احنا بنتكلم عليه هنا. صح؟ واضح يا شباب؟ اتفضل. هنا في على الشمال هنا كان اكس اوف تي
دلتا فاي وماينس تاو زائد 1600 تاو فين معلش اللي هو على الشمال تحت اللي هو على اليمين هو الانتجريشن على ال ده ماله ده هو اكس اوف اكس اوف تاو والاكس اوف تي بقى هنا بكده هنا اللي هنا لا هنا هنا كنت اشمعنى هنا فرض اكس اوف 5 لان هنا السيجنال دي هي اكس اوف تاو اتضربت في الدلتا اوف 5 ناقص تاو فما بقاش في قيمه للاكس اوف تاو خالص غير عن التاو كام؟ 5 فما بقاش اسمها اكس اوف 5 واضحه؟ طيب سؤال يبقى واي اوف تي بتساوي ايه؟ تكامل من سالب ما لا نهايه ما لا نهايه اكس اوف تاو اكس اوف تي ناقص تاو دي ايه؟ دي تاو خلاص؟ اتفضل هي تاو ما احنا قلنا الفاضي فيريبل يعني معلش مش هنا كان في دلتا صح؟ الدلتا دي هي عباره عن الويب بتاع المستطيلات دي عشان نحول من سبمشن لانتجريشن بنقول الدلتا بتبقى صغيره خالص صح؟ صغيره خالص ونسميها دي تاو كويس؟ والستبس اللي بنتحرك بيها اللي هي صفر ودلتا واثنين دلتا وثلاثه دلتا وهكذا دول بنسميهم تاو ده العكس بكامل على العكس اللي اسمه تاو ده يعني من بدائيات بدائيات الانتجريشن، الانتجريشن ازاي؟ ده اعلى من سبمشن الانتجريشن، ماشي؟ طيب تعالى ناخد اكزامبل عشان نفهم ايه اللي بيحصل، تعالى ناخد اكزامبل عشان نفهم ايه اللي بيحصل. سمعت الحته دي؟ كده يا شباب فاليد كونفولوشن انتجرال ده فاليد لأني نوع من انواع السيستمز؟ انت عايز سيستم لو انا اديتك انبلس ريسبونس بتاع سيستم مش ال تي اي ملوش اي قيمه ملوش اي قيمه خلاص الكلام ده فالد فور ال تي اي ايه؟ سيستم حط بس ندي اكزامبل كده هنلاقي الدنيا تقف ده كده شفت صح يا شباب؟ شفت طب اتش او تي ماينس تاو
شفت بقى هيبقى في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده؟ خلي بالكوا احنا بدأنا الأول بالانفرجن. احنا الأول بدأنا بالانفرجن، الطبيعي ان احنا بنعمل ايه الأول؟ شفت الأول، شفت الأول لو كان بوزيتيف كان هيبقى شمال، لو نيجاتيف كان هيبقى يمين. انما دلوقتي احنا عملنا انفرجن هنعمل ايه؟ هيبقى العكس، هيبقى العكس. هيبقى دلوقتي هعمل شيفت بفاليو قيمتها تي. يبقى الحاجة اللي كانت عند الصفر هتبقى موجودة دلوقتي فين؟ عند تي. الحاجة اللي كانت عند ماينس 5 هتبقى موجودة فين؟ عند تي ماينس 5. ودي الجنيه دي هيبقى اسمها اتش اوف تي ماينس ايه؟ كاب. يبقى انا عندي رسمة جديدة، رسمة جديدة اسمها اتش اوف تي ماينس تاو. يعني لو انا حبيت يا شباب اقول اتش اوف 5 ناقص تاو، لأن المطلوب مني لو كان مطلوب مني احسب بس الاوتبوت، لو كان مطلوب مني احسب الاوتبوت عند تايم 5 5 بس. هعمل ايه؟ هعمل اتش اوف تاو اكس اوف تاو، وهنا هعمل اتش اوف 5 ناقص تاو، صح؟ اتش اوف 5 ناقص تاو دي حاجه شكلها عامل ازاي؟ هيكون شكلها عامل كده. من 5 وهنا صفر. دي اتش اوف 5 ناقص تاو. الخطوه اللي بعد كده يا شباب، لو انا خلينا ناخد الكيس بتاع 5 دي، كويس؟ لو انا حبيت احسب واي في 5 هعمل ايه؟ هضرب الكيرف ده الفانكشن دي كلها بالفانكشن دي كلها، صح؟ الفانكشن دي من صفر 3 قيمتها 1، والفانكشن دي موجودة من صفر لخمسة، صح؟ صح يا شباب؟ نضرب الاثنين في بعض، يبقى هنا واحد وواحد، صح؟ في الرينج من صفر لثلاثة، بعد الثلاثة هضرب صفر في واحد، صح؟ فهيطلع لي ايه؟ زيرو، يبقى هي دي الحتة اللي فيها اوفرلاب. مطلوب مني ان اضرب التو فانكشنز ضد بعض وكامل، يعني احسب الاريا، صح؟ يعني احسب الاريا. لو ضربت الاثنين فانكشن ضد بعض يا شباب هتطلع لي حاجه جديده كده شكلها من صفر لثلاثه ارتفاعها واحد. مطلوب مني ان انا اجيب الاريا بتاعتها. الاريا بتاعتي كام يا شباب؟ ثلاثه. واحد في ثلاثه بتساوي كام؟ ثلاثه. ده فانكشن. نعم؟ ما هي؟ دي اتش اوف 5 ناقص تاو اهي. ما هي دي اخدتها اهي. دي بقى من صفر لخمسه، دي بقى من صفر لخمسه وضفتها في الاكس اوف تاو. اتفضل. جت ازاي اتش اوف 5 ناقص تاو؟ رسمناها ازاي؟ اتش اوف ماينس تاو شكلها عامل ازاي؟ من ماينس 5 ل 0. اتش اوف 5 ناقص تاو، احنا قلنا احنا لو احنا بما ان احنا عملنا انفرجن فالشيفت هيبقى في الاتجاه العكس، كويس؟ الحاجه اللي كانت عند صفر هتبقى موجوده عند 5، الحاجه اللي كانت عند ناقص 5 هتبقى موجوده فين؟ عند 0. واضح؟ طب ده كده يا شباب بالنسبه لو انا بحسب عند ايه؟ عند انبوت واحد بس، عند اسف عند اوتبوت، عند تايم انستنت واحده بس. طب احنا عايزين نحسب كل اوتبوت، خلاص عايزين نحسب كل اوتبوت بعد كل تايم انستنس. تعالوا نشوف الاسيشن ده. خلاص هنشوف الاكزامبل ده بيتحل ازاي وبعد كده نروح الاكزامبل اللي عندنا كده، خلاص؟ هنا بيقول لك انا بعمل كونفولوشن بين اثنين فانكشنز، واحده قيمتها واحد من صفر لاثنين، والثانيه قيمتها واحد من صفر لواحد، خلاص؟ هنعمل ايه؟ لو انتوا فاكرين يا شباب اول خطوه بتروح عاملين ايه؟ تاو. هنحول دي لتاو، فدي هتبقى موجوده بنفس شكلها، صح؟ الثانيه هنعمل فيها ايه؟ نقلبها الاول، صح؟ هنحولها تاو وبعد كده نقلبها. وبعدين نتحرك بقيمه تي، صح؟ نتحرك بقيمه تي. تعالوا كده نشوف ايه اللي حصل هنا. ايه اللي عمله هنا يا شباب؟ بصوا، هو عنده المستطيل الاحمر اللي موجود فوق ده، كويس؟ عنده المستطيل الاحمر اللي موجود فوق ده. سببه زي ما هو، سمى الاكسس بس تاو تاو.
راح عمل النزرة راح قلبه كويس خلاه من سالب واحد لزيرو من الاول كويس خلاه من سالب واحد لزيرو لو يا شباب الشيفت بزيرو لو الشيفت بزيرو يعني بحسب الاوتبوت عند تي بتساوي زيرو يبقى هتبقى اكس اوف تاو اتش اوف ماينس تاو لو هي شباب اكس اوف تاو زي ما انتم شايفين كده الاكس اوف تاو زي ما هي اللي هي السيجنال الحمراء دي السيجنال الزرقاء لو هي اتش اوف ماينس تاو هتكون الداتا من سالب واحد لكام؟ لزيرو صح؟ يبقى انا كده بحسب الاوتبوت عند زيرو هل يا شباب لو سيجنال عندي من سالب واحد لزيرو وواحده ثانيه من صفر لاثنين هل هيبقى فيه اوفرلاب؟ مش هيبقى فيه اوفرلاب واحده من ماينس واحد لزيرو والثانيه من زيرو لاثنين مفيش اوفرلاب ما بينهم يبقى لما نضرب الاثنين في بعض يطلع لي زيرو تيجي كام يطلع لك ايه؟ زيرو ادي الزيرو اهو طيب لو تي كان اقل من الزيرو لو تي كان اقل من الزيرو يبقى بتعمل شيفتنج للمستطيل الازرق ده في اي اتجاه؟ اقل من الزيرو في الاتجاه ده صح؟ في الاتجاه ده تمام؟ لان احنا قايلين ان هتبقى النقطه دي النقطه اللي هي اللي موجوده على اليمين دي هتبقى عند تي والنقطه اللي هناك هتبقى عند تي ماينس 1 تمام؟ الجنرال فلو تي نيجاتيف يبقى التي والتي ماينس 1 كلهم بعاد عن السيجنال الثانيه يبقى عند اي تي اقل من الزيرو مش هيبقى فيه اوفرلاب فلما نضرب الاثنين في بعض هيطلع لها كام؟ زيرو صح؟ يطلع لها زيرو يطلع زيرو بكام يطلع زيرو؟ واضحه؟ يبقى كل زيرو لحد النقطه دي بدا يبقى فيه اوفرلاب الاوفرلاب ده بقى يا شباب زي ما انتم شايفين اللي هي المنطقه الجراي دي المنطقه الجراي عندي فيها الفانكشن اللي لونها احمر الخيط بتاعتها 1 والثانيه لونها ازرق الخيط بتاعتها 1 الشيفت بقى الاوفرلاب العرض بتاع الاوفرلاب يا شباب ده العرض بتاع الاوفرلاب قيمته كام؟ قيمته تي قيمته تي ليه؟ لان النقطه دي اللي كانت زمان عند الزيرو دلوقتي عند تي النقطه دي بصفر دي الحته اللي فيها اوفرلاب بس دي الحته اللي بس فيها اوفرلاب نضرب يا شباب واحد في واحد عشان بيجي يبقى واحد والعرض بتاع المستطيل ده بيساوي كام؟ بيساوي تي يبقى النتيجه هتبقى كام؟ تي كويس؟ يبقى لو انا عايز احصل عند تي زي الكيس اللي عنده هنا دي الكيس عند تي بيساوي 0.2 كويس؟ يبقى عرض المستطيل ده 0.2 ارتفاعه 1 نضرب الاثنين في بعض عشان نجيب الاريا يبقى لها كام؟ 0.2 خلاص؟ زي ما انتم شايفين كده طيب كل يا شباب لما تيجي تزيد الاوتبوت هيحصل له ايه؟ هيزيد صح؟ لان الاريا الجزء اللي فيه اوفرلاب بيزيد صح؟ زي ما احنا شايفين اهو عماله تتحرك لان تي عماله تزيد صح؟ تي بتزيد فالمستطيل عمال يتحرك تي بتزيد والمستطيل عمال يتحرك الايدج بتاع المستطيل ده الايدج اللي هنا قيمته تي والايدج اللي هنا تي ماينس 1 وانا بحسب الاوتبوت عند تايم تي ليه بحسب الاوتبوت عند تايم تي اللي تحت ده هو الاوتبوت ودول تو سيجنالز ايه خلاص طيب عمال يزيد خليكم معايا كده خليكم معايا لحد ما يحصل ايه كويس دلوقتي يا شباب احنا كان في رينج اولاني، الرينج الاولاني هو ان تي اقل من الزيرو، لما تي كانت اقل من الزيرو الاوتبوت بتاعي كان كام؟ كان زيرو. لما تي اكبر من الزيرو بس اقل من ال1 الاوتبوت بتاعي يا شباب كان الايكويشن بتاعته تي صح؟ ستريت لاين كده قعد يزيد لحد ما وصل ل1 تتوقع بعد كده يا شباب لما تي تزيد هيحصل ايه؟ هتثبت صح؟ هتثبت يبقى ده رينج كام؟ هنا عندنا يا شباب فكره بتاعت رينجز ان الاوتبوت بتاعي وانا بحسب الاوتبوت ببص على رينجز من التايم كويس؟ كل رينج من الرينجز دول هيبقى الاوتبوت دي سيرتن ايكويشن خلاص؟ هنا الاوتبوت بتاعي عشان في كومبليت اوفرلاب موجود الاوتبوت بتاعي هيبقى 1 لحد ما تيجي توصل لكام؟ لحد 2 بالظبط، هل توصل ل2 هنا؟ تمام؟ بعد ما توصل لاثنين ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ايه؟ هتنزل صح؟ لان الاوفرلاب هيقل، صح؟ الاوفرلاب هيقل. بصوا عمال تخرج كل ما تخرج
الجزء اللي فيه مفردات بيقل وبالتالي الانتجريشن بتاعي انتو بتقل صح؟ وفي النهايه يفضل يقل يقل لحد ما يحصل ايه؟ تطلع بره خالص صح؟ ده كده الرينج الثالث اللي احنا شغالين فيه، ده كده الرينج الاول، الرينج الثاني، الرينج الثالث، الرينج الرابع لحد ما توصل لتلاته. خلص الاوفر لاب صح؟ اي قيمه تي بعد كده الامر بتاعي صفر. يبقى يا شباب الانبوت بتاعي كان ليمتد في التايم وال اتش اوف تي بتاعتي كانت ليمتد في التايم، فالاوتبوت بتاعي هو كمان طلع يا شباب ليمتد ايه؟ ليمتد في التايم هو كمان. واضحه يا جماعه؟ واضح كده؟ يعني انا بدات بالسيجنال دي والسيجنال دي طلع لي الاوتبوت من السيستم بتاعي بالشكل ده. ده الانبوت ريسبونس بتاع السيستم بتاعي. ده الانبوت اللي دخل لي المره دي. خلاص؟ ممكن احسب بقى لاي انبوت تاني صح؟ ممكن احسب لاي انبوت تاني نفس المنطق. هاخد الانبوت اروح هل ده كان الانبوت ريسبونس وده الانبوت بتاعي. هاخد الانبوت هخليه اكس اوف تاو، هاخد الاتش اوف تي اروح حوالي اكس اوف تاو واقلبها واقعد احرك فيها احرك فيها احرك فيها لحد ما اشوف الاوت بتاعي هيكون شكله عامل ازاي. واضحه؟ طيب تعالى بقى بنفس المنطق بقى نحل المساله اللي كانت عندنا. اضرب واحد في واحد اديها واحد.
والرينج اللي النتيجه دي موجوده فيه من كام؟ من 0 ل 3. يبقى انا هساوي تكامل من 0 ل 3 واحد في واحد دي تاو اللي هو هساوي كام؟ 3. كويس؟ المستطيل عمال يتحرك 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 لحد ما حصل ايه بقى؟ التي ناقص 5 اللي هو الاتش ده عدى الصفر صح؟ يبقى تي ناقص 5 اكبر من زيرو، يعني تي اكبر من كام؟ من 5. يعني الشكل هيكون عامل كده، هيكون شكله عامل كده، يعني تي ناقص 5 ودي مين؟ تي. بس تي ناقص 5 اكبر من زيرو بس اقل من مين؟ اقل من 3 صح؟ وتي ناقص 5 اقل من 3 يعني تي اكبر من 5 بس اقل من 8. في الرينج ده يا شباب هقول دلوقتي تي بيساوي تكامل من تي ناقص 5 ل 3 واحد في واحد دي تاو اللي هي هتساوي 3 ناقص تي ناقص 5 اللي هي بتساوي 8 ناقص كام؟ ناقص تي. اخر حاجه بقى لو كانت تي ناقص 5 اكبر من 3 يعني تي اكبر من مين؟ من 8. دي طلعت بره هنا صح؟ في اي اوفرلاب؟ مفيش اي اوفرلاب. يبقى تي بتاع يبقى الواي تي هنا شايف بكام؟ لو جيت ارسم الاوتبوت بتاعي يا شباب، جيت ارسم الاوتبوت بتاعي هسيبه الاكسس هنا هيبقى اسمه ايه؟ تي ولا تاو؟ ارسم الواي واي اوف تي تمام. يبقى دي واي اوف تي. واي اوف تي بدا عندي من اول الصفر صح؟ بدا عندي من اول الصفر. الرينجز بتاعتي من صفر لثلاثه ومن ثلاثه لخمسه ومن خمسه لثمانيه. ده يا شباب الواي اوف تي. الكيرف ده معرفة تي ده قيمته 3 ده معرفة ايه؟ 8 ناقص ايه يا شباب؟ ناقص كده يا شباب بدأت من سيستم انبوس ريسبونس وايه؟ عرفت اطلع ايه؟ الاوتبوت عن طريق استخدام المعادله بتاعتي الكونفولوشن انتجرال الموجوده هناك. الفكره الاساسيه بخلي سيجنال زي ما هي اللي هي الاكس وبتاع اقل السيجنال الثانيه احركها على شيفت بتي وراقب الرينجز ابدا ابص على الرينجز بتاعتي. الاوتبوت بتاعي هيكون في انهي رينج؟ في الرينج ده المعرض بتاعته كام؟ في الرينج ده المعرض بتاعته كام؟ وهكذا. واضح شايف؟ طيب ناخد اكزامبل كمان. الخطوة الثانية اتش او
دلوقتي هعمل كده. يلا شباب نشوف الرينج بتاعتنا. لو كان التي اقل من الزيرو يبقى الاوتبوت بتاعنا يا شباب اخباره ايه؟ لو التي اقل من الزيرو هل هيبقى في اوفرلاب؟ مفيش اوفرلاب صح؟ يبقى الاوتبوت بتاعي هيساوي ايه؟ زيرو. طيب لو كانت التي اكبر من الزيرو الاوتبوت بتاعي اللي هو واي اوف تي هيساوي ايه؟ ده كام؟ دلوقتي هتكون هنا صح؟ من صفر لتي جيت الحته اللي فيها اوفرلاب صح؟ تكامل من صفر لتي اكس اوف تاو اللي هي قيمتها كام؟ اي اوف ماينس اي تاو دي تاو لان الاتش هنا قيمتها 1. طيب الكلام ده بيساوي ماينس 1 على اي اي اوف ماينس اي تاو من صفر لتي الكلام ده بيساوي 1 على A 1 minus E اس minus A T. الأوتبوت ما ينفعش يبقى فانكشن في التاو، الأوتبوت لازم يكون فانكشن في إيه؟ في T. يبقى ده يا شباب السيستم بتاعي لو دخل عليه الإنبوت ده هيعمل له انتجريشن وده هيبقى شكل الأوتبوت بتاعه. لو جيت أرسم الأوتبوت ده يا شباب خلي بالك الأوتبوت ده موجود فين؟ لما T أكبر من صفر بس. يبقى جيت أرسم الأوتبوت هلاقي آدي الأوتبوت بتاعي عند الصفر يا شباب قيمته بكام عند الصفر الاوتبوت؟ صفر تمام. وعند درجه النهايه قيمته بكام؟ واحد تمام؟ وشكله هيكون عامل كده. اتفضل. ازاي تتساب وانا بقعد؟ معلش؟ مش احنا قايلين هنا المعادله هنا بتقول ايه؟ واي اوف تي تساوي تكامل على تاو بتساوي من النهايه اكس اوف كام؟ اكس اوف تاو. اي ده هو بتساوي بتساوي من النهايه من النهايه مش بتساوي من النهايه من النهايه. انا هكمل في الرينج اللي موجوده فيه حصل ضرب اللي هو من صفر لحد كام؟ لحد تي لان الباقي اصفار صح حصل ضرب هنا اصفار وبعدين اكس اوف تاو في الرينج ده المعادله بتاعتها ايه؟ يو سماينس اي تاو دي تاو وقف. طيب ناخد كمان ايه الثانية اتش اوف تاو
كابيتال والمعادله بتاعتها تي. بس انا هنا بس ميك شوف تاو غير انا محتاج اكيد كده اسمها ايه يا شباب؟ تاو كويس؟ اكس اوف ماينس تاو شكلها عامل ازاي؟ ناخد دي ونروح كده ناخد ثانيه كده ممتدة من ماينس تي تي كمان اتش اوف تي ماينس تاو بقى اتش اوف تي ماينس تاو شكلها عامل ازاي؟ دي هتبقى موجودة عند تي ودي دي ناقص 2 تاو 2 تي كابيتال اسف والمعادلة دي يا شباب بدل ما هتبقى ماينس تاو هتبقى ايه؟ هي اصلها كانت تي لو كانت اتش اوف تي ده المعادلة هتبقى تي طب اتش اوف تي ماينس تاو الكيرف ده هيبقى الايكوشن بتاعته ايه؟ تي ماينس تاو برضه يعني هي كانت اتش اوف تي بتساوي تي هتبقى اتش اوف تي ماينس تاو هتساوي ايه؟ تي ماينس تاو يبقى دي كده هتبقى تي ماينس تاو تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف الفكره بتاعت الرينج لو كانت التي اقل من الزيرو التي اقل من الزيرو هل كان في اوفرلاب؟ مفيش اي اوفرلاب لو التي اقل من الزيرو واي اوف تي بتساوي ايه؟ زيرو واضح الكلام؟ تعالوا بقى نمسك الرينج اول حته يعني اول رينج لما التي بتاعتك وصل لما الاوفرلاب بشكل عامل كده كويس؟ يبقى التي بتاعتك هنا والتي ناقص 2 تي كابيتال هنا صح؟ الرينج ده يا شباب الرينج ده توصيفه ان التي اكبر بكام؟ تي اكبر من زيرو واقل بكام؟ من تي كابيتال صح؟ يبقى لو التي كان اكبر من زيرو واقل من تي كابيتال واي اوف تي هتساوي ايه؟ تكامل صح؟ منين لمنين؟ الاوفرلاب موجود فين؟ زيرو تي الفانكشن دي ايه الايكوشن بتاعتها؟ تي ماينس تاو تي تاو في 1 صح؟ في 1 عشان هنا ده ارتفاع 1 صح؟ يبقى خلينا نتوصل لواضح 1 تي تاو طيب انا ممكن اقسم بقى الاثنين انتجريشن بس تكامل من صفر لتي تي دي تاو ناقص تكامل من صفر لتي تاو دي تاو طيب تكامل تي دي تاو شايف بيساوي كام؟ هنطلع تي بره ده بقى كمان هنا دي تاو فكمان هنا دي تاو صح؟ يبقى الكلام ده هيساوي تي في تي لان دي تاو يبقى يا جماعه هتبقى تاو عوض تي هتبقى تي وعوض زيرو هتبقى زيرو يبقى هنا في تي ناقص التاو يا شباب تكاملها تاو وسكويت على كام؟ على 2 مره بعوض التي مره بعوض بكام؟ بالزيرو يبقى الكلام ده هيساوي تي سكوير ناقص تي سكوير على 2 اللي هو هيساوي نص ايه؟ تي سكوير يعني نص تي سكوير تمام؟ حلو قوي ده كده اول رينج الرينج الثاني لا لان السيجنال دي بادئه من الصفر قبلها بصفر السيجنال دي فتاه عند تي بعدها بصفر حاصل ضرب هنا حاصل ضرب هنا بصفار يبقى التكامل بتاعك هيبقى من صفر لتي باقي فواقي حاصل ضرب صفار ماشي؟ معايا ولا ايه؟ طيب الرينج التاني يا شباب شكله هيبقى عامل ازاي؟ شكله هيبقى عامل كده دي تي ودي تي ناقص تي تي صح؟ يبقى الرينج التاني ان التي بتاعتنا اكبر من تي كابيتال صح؟ بس التي ناقص 2 تي مالها؟ اقل من زيرو علشان ده كده الرينج الايكويشن بتاعتك بتبقى ثابته فيه اللي هو بدايات حدود التكامل حدود التكامل لغايه ونهايته ثابته. الجزء ده المستطيل ده كله جوه المثلث. تمام؟ طيب الرينج ده كده لو احنا جينا نظبطه هنلاقي ان هنا تي اكبر من تي كابيتال واقل من كام؟ من تي كابيتال. تمام؟ طيب يلا بينا الكامل واي اوف تي هتساوي تكامل
طب وانت كامل هنا يا شباب انت مكمل كام؟ من زيرو تي كابيتال، لان قبل الزيرو ملهاش قيمه فهنا بصفر، وبعد تي كابيتال هنا بصفر. صحيح السجنة تاني ليها فاليوز، بس السجنة الزرقاء بتاعتنا بادية بصفر وبداية عن تي. كويس؟ يبقى تكامل من صفر تي كابيتال اللاين ده دي الفانكشن دي الايكويشن بتاعته تاو ناقص تي ناقص تاو دي تاو. تمام؟ الكلام ده هيساوي ايه؟ هيساوي التي هتطلع بره التكامل صح؟ وبعدين هيبقى عندي تي كابيتال ناقص زيرو ناقص التكامل بتاع التاو هيبقى تاو سكويرد على 2 مره بعوض بتي كابيتال مره بعوض بزيرو. الكلام ده هيساوي تي كابيتال تي ناقص تي سكويرد على ايه؟ على 2. ماشي؟ طيب ده كده الرينج الثاني. الرينج الثالث نحرك شويه كمان لحد ما يحصل ايه؟ تي ناقص 2 تي تبقى جوه المستطيل. تمام؟ فيبقى الشكل عامل كده. ادي تي ناقص تي تي ودي ايه يا شباب؟ تي صح؟ فين الحته اللي فيها اوفر لاب هنا؟ الجزء ده صح؟ يبقى هنا يا شباب تي ناقص يا جماعه يا جماعه والله لو فهمتوا الحاجات دي يعني خلاص كده الكونفولوشن سيبه. لو احنا يعني نص نص يبقى هو بقى كله ماشي؟ فيا ريت ركز خلاص يا ريت ركز يا شباب. تي ناقص 2 تي كابيتال الكيس بتاعتي هنا اكبر من زيرو، بس تي ناقص يبقى كده تي اكبر من 2 تي، بس مش عايزه توصل للناحيه الثانيه صح؟ مش عايزه تعدي الناحيه الثانيه، يبقى عايز برضه تي ناقص 2 تي يكون اقل من كام؟ تي كابيتال يعني تي اقل من ثلاثه. يبقى الرينج عندي هنا تي اكبر من 2 تي واقل من كام؟ 3 تي. ده الرينج الجديد. الرينج الجديد ده يا شباب واي اوف تي بيساوي ايه؟ تكامل برضه، بس الرينج ده هنا بيكمل كام؟ يلا قولي من تي ناقص 2 تي، لان هنا السيجنال بتاعتك هنا بتبدا من تي ناقص 2 تي، صح دي موجوده بس دي خدمه صفر لحد كام؟ لحد تي كابيتال. السيجنال الحمراء موجوده بس السيجنال الزرقاء قوتها بكام؟ بزيرو. يبقى التكامل عندي هنا من تي ناقص 2 تي كابيتال لحد كام؟ تي كابيتال. برضه نفس الفانكشن تي ناقص تاو دي تاو. الكلام ده هيساوي تي في تي كابيتال ناقص تي ناقص 2 تي كابيتال ناقص تاو سكوير على 2 مره بعوض بتي كابيتال ومره بعوض بتي ناقص 2 تي كابيتال. الكلام ده هيساوي ماينس نص تي سكوير زائد تي كابيتال تي زائد 3 على 2 تي كابيتال سكوير. كويس؟ طيب يا شباب بقى لو تي عدت لو تي ناقص 2 عدت التي كابيتال يبقى حاجه في اوفرلاب؟ لا. يبقى الرينج الاخير لو التي بقت اكبر من 3 تي الاوتبوت بتاعي يا شباب واي اوف تي هيساوي كام؟ يبقى اجي نتيجه ودي نتيجه ودي نتيجه ودي نتيجه ودي نتيجه. خلاص عندي هنا كان 5 رينج، هنا كان عندي 5 رينج. واضح يا شباب؟ واضح يا شباب عملنا ايه؟ طيب نراجع يا شباب عملنا ايه؟ احنا اي فانكشن اي اثنين فانكشن بنعمل كونفولوشن بنخلي نفس الاكس اوف تاو ناخد اتش اوف تي ونروح خلينا اتش اوف تاو نقلبها تبقى اتش اوف ماينس تاو نحركها تبقى الليمتس بتاعتها اتش اوف عشان تجيب اتش اوف تي ماينس تاو نحركها يمين نحركها يمين بتي. اوكي؟ اول حاجه بشوف الرينجز بفكر في الرينجز هو انا الرينجز بتاعتي كل التكاملات دي هتبقى ثابته في انهي رينجز. كويس؟ بقعد احرك السيجنال اللي هي اتش اوف تي ماينس تاو اقعد احركها احركها في رينجز مختلفه اضرب الاثنين سيجنالز في بعض واشوف نتيجه الضرب دي اكمله ده يبقى معادله نتيجه الكونفولوشن في الرينج ده. خلاص؟ طيب عايز اوريكم Thank you.
بيعرفني ايه عن سيستم. اللي قدامنا هنا أبوستل روم إيمبلس ريسبونس، يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي عايز أشوف الروم اللي أنا موجود فيها دي الإيمبلس ريسبونس بتاعها شكله عامل إزاي؟ هعمل إيه؟ هطلع صوت، هطلع مثلا من ساوند سورس كده، هطلع صوت ارتفاعه عالي والويت بتاعه قليل. شبه الإيه؟ الإيمبلس، فبقى إن أنا بحاول أجيب الإيمبلس ريسبونس اللي عامل إيه؟ عشان هطلع إيه؟ إيه الإنبوت للسيستم بتاعي؟ إيمبلس، تمام؟ وبعدين هاوبزرف الاوت، هشوف الاوت ده هيكون شكله عامل ازاي، ونتيجه الاوبزرفيشن ده بترجمها. يعني ايه؟ هنا يا شباب انا بعت انبولس واحده، كويس؟ بعت انبولس واحده، استقبلت سيجنال دي والسيجنال دي والسيجنال دي والسيجنال دي والسيجنال دي والسيجنال دي، وكل دول نتيجه انبولس واحده، تمام؟ كل دول نتيجه انبولس واحده. ده معنى ايه يا شباب؟ لو انت بدل ما دخل انبوتس دخلت صوت كامل على بعضه، كويس؟ بدل انبوتس دخلت صوت كامل على بعضه، هل هتسمع الصوت بس اللي انت بتقوله؟ لا، هتسمع الصوت وهتسمع شفت فيرجن من الصوت سكيل برضه، وهتسمع شفت فيرجن ثانيه من الصوت، وشفت فيرجن ثالثه ورابعه وخمسه وسته، وبعدين شفت فيرجن بتزيد عليه شويه، وبعدين شوية حاجات خفيفة، وبعدين شفت فيرجن عالية شوية، وشوية حاجات خفيفة، كويس؟ سؤال يا شباب، لو كانت احنا ودانا مش متاني، يعني احنا دلوقتي من اللي احنا شايفينه ده، لو احنا بنتكلم او بنقول صوت او بنقول كلام في سيرفر الروم، لما بنيجي يرجع لنا ونسمع الصوت، مش بنسمع الصوت بس، بنسمع الصوت ومعايا ريبليكاز منه، شفتت منه، كويس؟ شفتت فيرجن منه، احنا بقى ودانا ربنا خليها مش بتعرف تميز ما بين الاصوات المتشابهه قوي اللي قريبين من بعض في التايم، كويس؟ لان انا هنا لما اجي اتكلم انت حضرتك هتسمع الصوت بتاعي وشفت الفيرجن منه كلهم مجموعين على بعض، ها؟ تمام؟ لان ده ايه باسسبونس؟ ايه باسسبونس معناها؟ معناها ان انا لو بعت انبوتس هيطلع لي شويه اوتبوتس، اللي هيحصل في الانبوتس دي هيكتب اي انبوتين، انا طلعت انبوتس وطلع لي اوتبوتس، تمام؟ اللي هيحصل في الانبوتس دي هيحصل لي في ايه؟ في كل في اي انبوتين. لو انا بقى يا شباب كانت الفروقات ما بين الانبوتس دول بعاد عن بعض، لو انا بتبقى الفروقات ما بينهم قريبه قوي كده واخر صوت بسمعه عند 5000 نانو سكندز، لا كان الكلام مثلا عن 5000 مايكرو سكندز او عند 10 ملي سكندز او عند 20 ملي سكندز، تفتكروا يا شباب هنسمع ايه؟ هنسمع ايكو صح؟ احنا هنا بنقول ان لما اجي اتكلم او لما اجي اطلع صوت هديك الريفليكشنز المختلفه مش بسبب الصوت بس، بسبب الصوت وفيرجنز كتيره مني. لو كانت الحيطان الحاجات بعيده شويه الحاجه اللي هسمعها هتكون ديليت في التايم بشكل كافي تخلي ودني تعرف تعملها ريزولوشن، تعرف تسمعها بشكل مختلف عن الصوت الاصلي. يبقى ده يا شباب هو ده اللي بنسميه ايه؟ بنسميه ايكو، تمام؟ ده اللي بنسميه ايكو. طيب لو كانت الامبليتيود دي عاليه يبقى الايكو هيبقى قوي ولا ضعيف؟ قوي، كويس؟ يبقى انا بسمع السيجنال وبسمع نفس السيجنال بس ديلي وبصوت قوي، يبقى كده ايكو قوي. لو كانت قليله يبقى ايكو ضعيف. معايا يا شباب؟ يبقى ده كده انا ببص على انبوتس ريسبونس وبترجم ايه اللي بيحصل، كويس؟ نفس الكلام بالنسبه للوايرلس شانل دي، كويس؟ دي وايرلس شانل. وايرلس شانل دي برضه يا شباب لو انا مثلا موجود عندي هنا باكسس الاكسس بوينت اللي موجوده في الروم اللي احنا موجودين فيها، لو انا بعت بالار اف بتاعي بعت سيجنال رفيعه خالص وكبيره قوي شبه الانبوتس، مش هستقبل الانبوتس بس، انا هستقبل ايه؟ هستقبل كل ده، كويس؟ كل اللي هستقبله نتيجه الريفلكشنز برضه والريفلكشنز اللي بتحصل من غير في المواضيع الحراريه، تمام؟ انا هنا يا شباب لازم لحد 400 نانو سكندز. هسالكم سؤال بقى عشان برضه نعرف نترجم الانبوتس ريسبونس ده. هسالكم سؤال، لو احنا بقى يا شباب بدل ما كان عندنا روم صغيره زي دي وباكسس واي فاي كان عندي
موبايل كوميونيكيشن. انا باكسس البيز ستيشن اللي موجوده بعيد ورحت باعت انبلس من عندي والبيز ستيشن استقبلتها. تفتكروا هيفرق ايه على الريسبونس ده؟ هيكون ايه؟ هيكون اكبر. هيكون اكبر يعني ايه؟ هفضل استقبل سيجنالز مش لحد 400 نانو سكندز، لا ممكن لحد فيو مايكرو سكندز. ليه يا شباب؟ لان الريفليكشنز اللي بتحصل في العمارات وفي البيوت وفي الحاجات دي حتى لو توصل بلاي ستيشن هتخلي بتجيلي فيرجن من السيجنال اللي عندي لفتره اطول من ايه يا شباب؟ من لو انا اندور انفايرمنت. واضح يا جماعه؟ ده كده ترجمه امبوس ريسبونس. يعني ايه تبص على شكل امبوس ريسبونس تفهم منه شويه حاجات. يا شباب؟ طيب احنا كده خلصنا، هناخد بس كل